تفاصيل هنعرفها من خلال اللقاء اللي بنجريه دلوقتي مع المهندسة منى هيكل. تحياتي باشمهندسة، وعايزين نعرف الأسرار اللي حوالين المسلة الجميلة اللي احنا واقفين عندها دي. طبعا المسلة تعتبر أول أثر هيبتدي قابلنا أول ما ندخل المتحف المصري الكبير. احنا حاليا في ميدان المسلة. طبعا خلينا نقول ان التصميم المعماري بتاع المبنى كله بكل قطعة فيه كان واخد وحي كبير جدا من الحضارة المصرية القديمة. فأنا الميدان المسلة واخد ميل من بداية دخول للمشروع لحد المدخل الرئيسي، واخد وحي من الدير البحري، فبيحسسني بالمكان الكبير وتمهيد لدخول لمكان عظيم. فدخول أول ما بدخل ميدان المسلة بلاقي بشوف الواجهة الرئيسية للمتحف الكبير، وبلاقي المسلة بتاعة رمسيس الثاني. المميز في المسلة دي طبعا بخلاف حجمها وارتفاعها إنها لقينا فيها خرطوش للملك في الجزء السفلي لها، فعلشان نعرضه بأحسن شكل فصلنا القعدة. هي مفصولة أصلا، هي المسلة بتكون من قطعتين، القعدة والمسلة. فلما جينا اكتشفناها لقينا ان في خرطوش بين القعدة والمسلة، فقررنا ان احنا نعرضها بشكل مختلف. في اول ما هندخل هنلاقي فاترينا بمشي عليها مجهزة ان انا الزوار يمشوا عليها، هشوف القعدة الخاصة بالمسلة، ولو بصيت فوق هلاقي المسلة واقدر اشوف الخرطوش بتاع الملك رمسيس الثاني. كل المسلات فيها الجزئية دي ان يبقى فيه خرطوش ما بين المسلة والقاعدة، ولا المسلة دي مختلفة؟ المسلة دي الى حد ما مميزة لان ما سمعناش ان في الخرطوش تاني موجود في هذه المنطقة غير في المسلة دي، فعشان كده قررنا ان احنا نعرضها بالشكل ده علشان الزائر والدارسين وكل الناس تبتدي تقدر تشوف الاثر باكمل وجه. طيب حجم المسلة ونقلها وترميمها، يعني تفاصيل كتيرة جدا لحد ما وصلت هنا واتحطت بالشكل ده، ليه تم اختيار المكان ده تحديدا وربط المكان ده بالواجهة؟ هو طبعا المتحف المصري الكبير كله يحتوي على آثار تقيلة جدا، يمكن أتقلهم هتبقى المسلة، مسلة رمسيس الثاني. فده كان بيتطلب دراسات إنشائية معقدة إن أنا إزاي أقدر أحافظ عليها، لأن إحنا دايما بيبقى عندي مشكلتين. الأولانية إزاي أعرض الأثر بأحسن شكل لي إن الزائر يبتدي يستمتع بيه ويتفرج عليه بشكل كويس جدا، والتاني إن أنا إزاي أكون بحافظ على الأثر، لأن أنا في الأول وفي الآخر أنا بجهز ده إن هو يقعد مئات من السنين إن كل الناس والزوار تقدر تتعامل معاه. فطبعا مع وزن المسلة وارتفاعها كان لازم إن أنا أعمل لها تصميم إنشائي جبار يقدر يحافظ عليها ضد أي عوامل طبيعية زي الزلازل مثلا، وإن هي تفضل مستقرة في مكانها أطول فترة ممكن. يعني فعلا معمول لها قاعدة يعني تصل ل30 طن، ومعمول خندق وتفاصيل. عايزين نعرف الحكايات اللي احنا مش يعني احنا شايفين المسلة من بره كده، لكن في حكايات في عمق المساحة اللي فيها المسلة الناس تعرفهاش. طبعا انا عشان القاعدة تعتبر صغيرة جدا فاضطريت ان انا فعلا اعمل قطاعات حديد جبارة انها تقدر تشيل الوزن ده، ما داخلة في الارض بارتفاعات برضو بعمق كبيرة، كل ده علشان ان انا ما يبقاش عندي في الاخر شكل إنشائي ضخم جدا يضايق. فلا أنا بحاول إن أنا أشوف حلول تانية إن أنا أكبر قطاعات، أدخل في الأرض بأعماق أكتر، إن أنا إزاي أقدر أحقق ده من غير ما الشكل في الآخر يبقى برضو شكل جمالي مميز. وطبعا في الآخر حاولنا إن إحنا نعملها بشكل مميز، كان في تجليدة رخام عليها اسم مصر بكل لغات العالم الحية والميتة، فبالتالي إن أنا هقدر أبص ألاقي اسم مصر مكتوب بلغات كتير وبعد كده فوقيه المسلة وأنا ماشي على القاعدة فوق الفاترينا، فطبعا هتبقى تجربة مميزة جدا. واجهة المتحف بالضخامة اللي احنا بنشوفها وبتيمة التيمة الهرمية او تيمة الهرم اللي متكررة في سور المتحف ومنشآت المتحف المختلفة، ازاي استقرينا على التيمة الجميلة دي وايه سر الضخامة دي في المبنى؟ طبعا انا عندي اثر مهم جدا في المنطقة اللي انا فيها كان بيحكمني الى حد كبير وهو الهرم. فأنا من أول تصميم المتحف سواء التصميم المعماري لحد التفاصيل جوه كانت واخدة من الفيمات بتاعة الهرم أو حتى من الأضلع بتاعته. يعني أنا المشروع عندي بيحكمه خطين، واحد واصل للهرم الأكبر والتاني واصل للهرم الأصغر، ارتفاعه بيحكمه الارتفاع بتاع الهرم الأوسط. فكان بالتالي طبعا وأنا حتى بعمل التفاصيل المعمارية جوه أن أنا شكل المثلث الخطوط الهندسية كل ده كانت طبقت عندي سواء في الواجهة أو جوه في الواجهات الداخلية كمان. بشكرك شكرا جزيلا مهندسة منى هيكل على المعلومات الجميلة دي.